عليا جدا وجود حضرتك معانا. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ انا دكتور شرف الدين، استاذ مساعد امراض القلب في كليه الطب. اهلا بحضرتك. ممكن حضرتك تقول لنا ايه علاقه القلب بالامراض الاخرى؟ دايما بنسمع ان القلب ليه علاقه بامراض اخرى. احنا السنه دي في كارديو اليكس طبعا متعودين كارديو اليكس كمؤتمر عالمي، وفي نفس الوقت بنجمع دكاتره القلب في مصر. السنه دي في حاجه جديده، انا شايف طبعا عدد الشباب الاطباء جاي يتعلم طبعا اكتر من كل سنه، وفي مشاركه من الاطباء اللي هم خارج تخصص القلب. يعني هشوف ان شاء الله برئاسه جلسه بعد شويه، جلسه تعليميه بتشوف علاقه الامراض بالقلب. يعني في خبير بيتكلم عن ادويه الضغط، دكتور قلب، بيتقابل مع خبير امراض المخ والاعصاب، فبيقيسوا بيشوفوا ادويه الضغط اللي بيستخدمها في المرضى اللي عندهم مشاكل في المخ، او العكس، عندي مريض عنده فشل كلوي مثلا، تمام، وفي خبير لمرضى الكلى هيتعامل معاه دكتور قلب وهيشوفوا الادويه اللي مناسبه مثلا لعلاج الضغط في مريض الفشل الكلوي. فالعلاقه بين الدكاتره وبعض، بين الخبراء وبعض، دي يعني واضحه في اكتر من جلسه علميه في المؤتمر السنوي. حضرتك ليك سبيتش النهارده؟ ان شاء الله يفرح. انا كان في محاضره معاه في الصبح، بس كان بقى عن نوع معين من توسيع الشرايين المغلقه بالكامل عن طريق الاسطره كده. ميرسي دكتور، واحنا مبسوطين جدا بوجود حضرتك معانا النهارده في القاعده. شكرا.